السيناوي في موقف محرج، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد خروج الفنان السلاوي بالأمس في لايف يؤكد فيه أنه لا يريد من المتابعين أن يكتبوا اسم قمر الطائي واسم حبيبته السابقة يانا تنوس. مباشرة بعد لايف السلاوي خرجت حبيبته السابقة يانا هي أيضا في لايف ترد من خلاله عليه، مؤكدة أنها هي أيضا لا تريد أن يذكر لها اسم السلاوي. ولمحت يانا أن سبب انفصالها عن الفنان السلاوي هو أنه لا يبالي بها ولا يرد على رسائلها، وأنها تريد أن يكون الشخص بيحترمها. أترككم على قطات من لايف يانا ورأيكم بخصوص هذا الخبر. أنه هذا الشخص بده يجي يتكبر عليكم ويقلكم وما يرد عليكم مثلا وما أدري شو، ما بيمشي حاله. سو أنا أهم صفة عندي أنه يكون حنون الشخص بده إياه. يعني أنا حنون بس مش حقلكم بقى المواصفات عن جد. لازم يكون بيهتم، لازم يكون بيفهمني، نفهم على بعض، مش انه والله نقضيها مشاكل يعني.